كما قال الرئيس السيسي إن التخرج من الكلية يعد خطوة مهمة ورائعة في حياة كل خريج، سواء كان من الكليات العسكرية أو حتى من الكليات المدنية، مشددا على أهمية الإرادة حتى يستطيع الإنسان التغلب على كافة الأمور والتحديات ومعالجتها. أوجه التحية والتهنئة لأبنائنا الخريجين من الضباط، وأتمنى لهم كل التوفيق. أتمنى لهم كل التوفيق في حياتهم، يعني لسه أول خطوة النهاردة في حياة الضابط المتخرج، وده الحقيقة يمثل خطوة مهمة قوي وخطوة رائعة وعظيمة في حياتك، حياة كل اللي اتخرجوا إن شاء الله، سواء كانوا من الكليات العسكرية أو حتى من الكليات المدنية. وخلينا أقول لكم، وكلام ده لينا كلنا، في الدنيا اللي احنا موجودين فيها الأمور دايما بتبقى متغيرة، ولكن إرادة الإنسان وقبل منها بدعم من ربنا سبحانه وتعالى وبمشيئته، كل الأمور حتى الصعبة منها بيتم التغلب عليها. لو كنت شفته من سنتين في حفلة ممثلة زي كده، كنا كلنا واقفين تقريبا ولابسين يعني عشان الكورونا واللي كان موجود فيها، وكانت الناس كلها متصورة ساعتها ان الموضوع يعني آخر الدنيا. لا، مش آخر الدنيا ولا حاجة، وانتهت بفضل الله سبحانه وتعالى، وعبرت زي ما كتير من الأزمات بتعبر.